وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيدة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لهذا العام، وتقدم مصر 6 مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.